هاي 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 كم خلاك تشوف اكشف علي حلقي استحقك ما لازم تستحق يعني بالله انا ما تشوف المريض قدامك يعني لازم عز الصيف على مره طايح من الرياض يستفزون يستفزني عطني التقارير ها سلامات اخوي ايش فيك بسم الله عليك لا مرضوا ما تمرضوا ولا يا دكتور يا دكتور ما فيني حاجة يا دكتور ما بك شيء مش جاي لا تكشف دقيقة دكتور لا تكشف الجرح مشكور خفيف كانوا مخفف ما يسهل عندي الجرح مناعه يا قوها من مناعه راح وتركني فقدتنا اغلاح راح وتركني لحالي فقدتنا اغلاح هذا اخوي شي استخدمه شوف وما فيني حاجه يا دكتور لا تكشف الجرح المشكور عندي الجرح استريح حبيبي استريح يا قوه دكتور حبيبي اهدى شو ايش مالك خلصنا لا 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 خلصنا دكتور هذا دكتور ايوه على طول عايز ولا انت دكتور دكتور ولا علمت انا ولا واو كذا والله صدق يا عيال شو اورا اورا تعتت اجلس لا 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 يقول لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا الحمد ربك اخي هذا ما يعرفون ال السلام عليكم الله يحفظ جاهزين مطهر طيب دكتور شيء دكتور اجيك تنظف لك دكتور بيطري ولا شو وضعك خلاص بس انا دكتور بشتغل داير هنا لست سنوات زيد سنوات ست سنوات الله انت اسباق هجن ما حطك ايه اي انت داير شنو تقول ثبت تعال حبيبي الله يسعدك يا دكتور والله يا دكتور معليش يا دكتور مقدر شغلك دكتور العام انا اسمع حبيبي يا دكتور وين الاوراق يا دكتور صل على النبي يا دكتور قلم رقه الحين زكمه وش دخل الابره اسمع نبي يا دكتور يا زول ما تتكلم توجعني براسي يا دكتور خذان الهجوس هاي الدائر شلون بيعمل ذا خذان الهجوس البارح يا زول يا زول خلني نكتب اوراقنا يا زول دكتور خلني اكمل يا دكتور الله يرحم شيبانك هاي تفضل يقول تغيب وما علمتني ليه دائر زول انا ما جاي شاعر المليون هنا طيب انا جاي احاجك يا زول اوكي دكتور بتسكت اخليه يكتب ولا يمشي لا والله دكتور اذكرك خلاص والله العظيم يا اخي ناس يقسم بالله اسمع حبيبي سمع لي فر طبعا يكتب يشخبط كذا ويعطيها الصيدلي بس ما ادري كيف يفهم الصيدلي شك 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 عرفت اي انا بسوي اول حرب بس بي بنادول شوف يا زول نعم يا دكتور تروح الصيدليه حق المهيدب ايوه تعطيها الوصفه ايه شكرا زول لا اصبر كذا وبتراجعني شكرا زول من صرخت هذه شكرا وبتراجعني بعد يومين بعد يومين ايه سم طال عمرك كلمة انك تبربر بالشارع وفي الشمس وبالبرد ما تمشي معايا زول ابد كلمة انك تاكل كثير ما تمشي معايا زول والله يا دكتور يا دكتور كلمة انك تمشي حالي بدون حزيان ما تمشي معايا زول يا دكتور كل ما لك كلمة انا محكمه ولد عند دكتور كلمه انك
كلمة انك تاكل معجنات ما داير يا زول. ما داير شنو؟ كلمة تشرب سواخن ما داير يا زول. سم طلبة. كلمة تاكل مبطحات ما داير يا زول. سم طلبة. كلمة تاكل كبسة ما داير يا زول. وش ياكل؟ مو شغلك يا اخي، شغلي انا. اسمع يا زول، كلمة تتكلم كثير ما داير يا زول. الله ما ارجع، بس صل على رسول الله صلي وسلم عليه. زين باقي النوم ما قال لك يا دكتور؟ انا انسان اذا جعت تجيني حاله، تجيني حاله، عرفت يا دكتور كذا؟ اي اي عصب راشه لا عصب زول. بتتروش وتطلع برا؟ والله احيانا صراحه، يعني اكون صريح معك يا زول، انا ماني جاي هنا يا زول. اكون صريح معك، اكون ايش؟ صريح معك. اسمع يا زول، كلمه انك تتعب نفسك وتجيني هنا عشان اعالجك على حسابي. طب ما داير يا زول. عيونك دكتور تسمح لي؟ مو شغلك. طيب شغلي انا هذا العظيم. ناس ما زلم. اسمع يا زول، هذه دكتور معليش، هذه قبل النوم ولا بعد النوم؟ مو شغلك يا زول. الدواء باكل انا. طيب مو شغلك يا زول. هذا متعلم، مو شغلك غلط. على كلمة تعطيك الوصفة بتروح للأخ هذا. صمت عمرك. اسمع يا زول، لبيه ما بي لبيه. اي اي اسمع يا زول. اي اهلا هيثم يا اخوان، في مرضى مستنيين السيرة، انتوا لسه ما خلصتوا؟ ما لا لا يخلص الحين، انجاهز يا دكتور. ترى ما اسمح للمريض هذا يتكلم علي انا بالاسلوب هذا يا دكتور. في مرضى جالسين مستنيين. انا ايش اسوي؟ انا ماني، ما انا استهبل انا يا زول؟ ما تتكلم. انا سامري، انا عند الدكتور. ايش في؟ ايش يا دكتور؟ ما تتكلم. انا احترمني وقدرني. ايش في؟ معلش، عيادة ايش هذه؟ المعدب. اي بالطب ايش؟ عيادات المرضى ولا لا 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 وش يا عيادة مجمع اضواء العالمية الطبية يا اخي؟ واضح يا اخوي قدامي. طيب. والعام تسألني كذا قدامك. انجز. ها؟ انجز. انجز؟ اي انجز. لا رجع يلعب. العب معاه. الله العظيم والله ما يحاله يا دكتور. والله ما يحاله يا دكتور. يا زول ما يستحي يا زول. والله ما يستحي. والله العظيم مي حاله. فيها سجن خمس سنين. والله عشانك حذفت اخصم عليك من العلاج. ليش ما تخصم العلاج؟ هذا ابره بنج. ها؟ ابره بنج. اي اسف. القرا من هنا. اسمع يا زول، انا كنت منطق حبوب راس، علاج كحه حبوب روماتيز. انا عشان كذا راح انقص منك حبوب روماتيز يا دكتور. الله يرضى عليك. انك ما تحترمني. لا والله مسحوبه. الدكتور كاد ان يكون معلمه. مسحب وجهي يا دكتور. الله يرضى. سبحان الله. ها فين هذا؟ فين جايبها الكيس؟ ما ادري، انا سمعت البيت زي زول بس ما ادري صحيح ولا دكتور. هاي يا دكتور، خلاص المره هذه مسحب وجهي. اسمع يا زول، والله الروماتيز اخر مره. الروماتيز عندنا شيء. هيدا مش عندك تعبان؟ ها تعبان؟ اوه هذه حق الركب صح؟ تعبان يا زول. هذه حقة اللوز. اللوز اعصاب. اي حق اللي الدق يسوي زي كذا. اسمع يا زول، ترجعني بعد يومين. سم تعال يا مريض، مريض ثاني خلينا نشوف. راني رمضان. قوم يا شيخ. اسمك راني يا دكتور؟ سؤال اسمه راني. كيف تجي؟ مو شغلك يعني. اسمي راني، اسمي بدون راني سيز. لا وي، انا كنت بقولها بس ما ابغى. هذه العيد يا صاحبي. ايش فيك يا زول؟ ابى اجرب هذه. تجرب هذه؟ ما تجرب انت لحالك، انا اجرب معاك. ماشي. هذه كذا يا زول. اسمع، لا تتحمس. لا لا. لا تتحمس. والله يا زول. انا سيستر، انا ممرضة. اسمع. انا ممرضة معاك. انا خبرة 16 سنة. وانا اشتغل في هذا. طب اسمع اسمع دقيقة، مو كذا. ايوه. ايوه. لا طق طق. قول اي. ما في اي في ركبة. يا اخوي قول اي. شغلي ولا شغلك؟ شغلك. اي. لا دق قول اي انت افعل لك كذا. طب دقيقه، هو ما دق. دق 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 وين؟ دق من السيقان. لا دق في الركبه. الركبه عطنا مسمار يا اخوي. شغلي ولا شغلك؟ ها دكتور ولا منشري؟ دكتور انا طبيب مستجد عندك. شغلك اكشف وانا بكشف. لا كذا تحمست. كويس كويس كويس. استريح هنا. اوكي يا شيخ. الله هذا مريض ما يعطينا فرصته. استريح. ابغى لكم الاثنين تشريح. استريح. استريح يا استريح يا مريض. اعطيك اسئله. هنا هنا. العب. شوف يا زول. الدكتور مين؟ الدكتور راني رمضان. راني رمضان؟ انا الدكتور رمضان اسمه احمد. مو مش مصدقين يا زول ولا ايه؟ شايفني هنا ايه؟
والله المشكلة دكتور النبضة طيب. ثلاث نبضات في الثانية. ما تتكلم يا زول. وين ال 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 انا دكتور مستجد. طيب اسمع يا زول، ممكن اسألك سؤال؟ انت دكتور القطعة هذه ايش، انت دكتور ولا خياط؟ ابى افهم. نلعب على حبلين يا اخوي، شو المشكلة يا اخوي؟ الواحد ما يدور رزقه يعني. حلو، يعني اكتب طيب فرع خياطة ولا شو لك اي شيء. اسمع يا زول، هذا دكتور.